قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روحوا اللهم يا رب اجعل جوار الانبياء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وللنسب وبهذه الوقفه الله يبارك فيك. ديال ابو تيمو كاع والاحباب اللي حضروا كاع كل واحد في اسمه هذه الوجوه الطيبه المباركه الله يفتح عليهم. الله يحفظهم الله يحفظهم الخير والبركه والصحه. امين امين. الشهيد دريزي عبد القادر الله يرحمه ويسع عليه قبل ما يروح ويطلع للجبل لأنه هو طلع في بداية 1956 سألته الأم وقعرهم في دار الرحمن قالت له يا عبد القادر يا دار فرنسا هذه كيف تخرج؟ قال لها نخرجها ولو يبقى واحد فينا باش تعرفوا باللي كانت عندهم عزيمة. وبالتالي واش رانا نتكلموا عليه وتفضلتوا واش درتوا به انما هو تكريم للشهداء كاع الله يرحمهم ويوسع عليهم. وكي قال لي خويا نور الدين قال لي فوالا راهم رايحين يعاودوا يجدوا التسميه للصطاد هذيك كان تحضر قلت له باش نحضر هذه يعني ما فيها حتى شك وراني يعني كيما نقولوا فرحان بالبزاف اللي يعني كيما نقولوا حضرت هذا المناسبة. وكلمة الأخيرة اللي نقولها لكم يعني ما نساوش خيركم، حنا كأسرة تاع دريزي ما نساوش خيركم. يعني هذا الملعب راه من 62 هما مسمينه استاد دريزي، جاو ناس ربي يهديهم على كل حال، نحاولوا يعني اللوحة هذه لسبب ما لا ندري، ولكن هذو كان القصد تاعهم باش يمحوا التاريخ تاع التسمسيل. ولكن تاريخ تاع تسمسيلت وتاع هذا الراجل موجود اليوم. هذا الراجل جزائد في 27 في سنه 1927 الاصل تاعو من الحسنيه. يعني هما يعني لا فامي دريزي هذو هما كبار الله يبارك ولكن الشهيد هذا ابو يسموه بن موسى. هذا الشهيد هذا زايد لهنا في تسمسيلت واخوه محمد كذلك اللي هو مجاهد واللي الف عده كتب ثاني كذلك زايد لهنا في تسمسيلت. احنا حبينا نعرفوكم بالشهيد دريزي. الشهيد دريزي كان تلميذ من تلاميذ الشهيد الجوادي الله يرحمه. وهذا الشهيد الجوادي كان يعني رجل قامة حتى ما نقولوش عظيم لان العظمة لله سبحانه عز وجل، ولكن كان داهية في الدين، كان داهية يعني في السياسة. علاش كنقولوا في الدين؟ لانه كان في شهر رمضان يروحوا يصلوا عند الشهيد الجوادي. ولكن في السياسة الشهيد الجوادي كانت عنده علاقة جد وطيبة مع اول رئيس للجمهورية المؤقتة اللي هو فرحات عباس، كان عنده امتداد وعلاقه مع سعد دحلب مع ميصالي الحاج. دونك تشوفوا هنا تسمسيلت الرجال اللي كانوا يجوا لها واللي كونوا ناس. الشهيد دريزي اللي كوناته الكشافه الاسلاميه وكان شيف دو موت اون 1945 اكزاكتومون لو 5 ديسمبر 1945 ابري لي زيفانمون تاع ستيف خراطه قلمه، تسع شهور من بعدها كونوا نواه وكونوا اول فوج اللي هو فوج النبهه. علاش نبهها؟ ينبهوا في الناس. الشهيد دريزي يعني هو المهنه تاعو
كان انسان مثقف وكان يخدم سكرتير انتربريت وكان يخدم ترجمان وان ميم طون كاتب عند دارمون. هذا دارمون كان نوتير هنا في البلاد. ملعب الشهيد دريزي هو رمز من رموز بلدية تسمسيت واللي ما لازمش نسمحوا في الرموز تاعنا كما قال الشيخ، حتى ساحة العقاب لازم ترجع وان ما كانش اللي يقدر ينحيها. دوكا كي نهضروا نتكلموا نقولوا نتلاقاو في ساحة العقاب، نتلاقاو استاد دريزي، كاش اللي يقدر نحهم؟ ساي تربينا عليهم وصغارنا وكبارنا يعرفوهم، ولكن لازم نعطوا لهم اهميه وبتضافر الجهود. وراه معدنا هنا رئيس وداد امال بلديه تسمسيت اللي راه حامل المشعل، اللي هو يعني ولد بار من ابناء بلديه تسمسيت، وراها تسمسيت سنا راها في الناسيونال دو، ان شاء الله نوقفوا معاها وان شاء الله تكون يعني احسن سفير لبلديه تسمسيت. انا ماذا بيه هذا المونيمون ما يروحناش باه. انا بيرسونيل كرئيس فريق اني سي علي نصطاد 100%. انا هنا باسكو اللعابه صايبوا سيبوا التاريخ تاعهم هنا، كبروا هنا، تربوا هنا، اللعابه اللي حلوني بنلعبوا هنايا ما صبناش. جا الوالدان يرمون والي العفاني، درنا معاه كاع لي بوسيبيليتي باه مشات لي بروسيدير كيفاش حبست الله اعلم. توجور كاين اوبستاكل اللي يخلينا ما نروحوش بعيد في هذا. احنا ماذا بينا مادام اعيان المدينه هنا وتلاقينا في هذا كما يقول لك اليوم هذا على نترحموا على الشهيد دريزي، احنا ماذا بينا ابناء ورا هنا وانتم حاجه راكم هنا نتعاونوا يد واحده ونكونوا يد باه نقدموا في هذا المسرح في هذا الصح ان شاء الله ربي يكون اكتيف. هذه رساله مني ربما حتى المجلس القادم في حاله يعني فتح المجالس، ان شاء الله هذا الملعب يبقى ملعب ما يتغير حتى وجهه اخرى لانه يمثل فريق شهداء، والدليل على ذلك هو عائلة شهيد دريزي الحاضرين معنا. الناس اللي رفضت الجزائر الفرنسية ضحات هذه التضحية وهذا الشيء اللي صرا، الجمعية تحول للشباب، الشباب موش عارف التاريخ مناح، الشباب عند بالو كيزاج صبروا في الاستقلال، لا باه يحافظ على البلاد تاعو، يعرف القيمة تاع البلاد تاعو، هو يعرف التاريخ تاعو. اليوم هذا اليوم تاريخي بالنسبة للتاريخ، اليوم هذا يبقى تاريخي بالنسبه للتاريخ للاحياء التاريخ. احنا نرحموا على الشهداء اللي خلونا اليوم رجالة، ونرحموا على الشهداء اللي خلونا اليوم نتكلموا نوقفوا ونتكلموا بالحريه.